أهلا وحبابنا، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الحلقة الرابعة من برنامجكم البيرمي، واللي دائما تحت شعار جيل سلامة الطرقية. تحدي المشاركين للحصول على رخصة السياقة وصل لمراحل مهمة، وبوصلهم ليوم السابع والثامن كتبين بأنهم غادين بخطى ثابتة، خصوصا وأنهم ولفوا واستوعبوا الإيقاع والمغزى ديال الدروس والحصص الخاصة في التكوين الفريد من نوعه. موضوع حلقة اليوم هو السلامة الطرقية، أجيو نتعرفوا بعجالة أشنو مخبلينا فيه. يلا في هذه الحلقة وفي ثاني التعامل اليوم مع الطوموبيل، المشاركين غيكون عندهم موعد مع درس تطبيقي ما سهلش في حصة السياقة واللي هو الرجوع إلى الخلف. المرشحين غادي يغوصوا من جديد في بحر السلامة الطرقية، وهذه المرة غادي توضح لهم الصورة حول مجال الرؤية أثناء السياقة اللي كل ما سرعنا كل ما ضيق. وبالحديث على السرعة كنتكلموا أيضا على زمن رد الفعل اللي غيكون موضوع الدرس الثاني لهم في هذه الحصة. واليوم المشارك عبد العزيز من العيون غادي يبدا قصة حب جديدة في السوغان، واللي غتمثل في أول تعامل له مع الحافلة. أما حصة التنمية الذاتية فغتنتقل بالمشاركين لمستوى آخر في تعامل السائق مع الطريق، وغيكتشفوا كيفاش يتحكموا ويضبطوا أنفسهم والانفعالات ديالهم. درس مهم بزاف غادي يستافدوا منه المشاركين في حصة قواعد السير، واللي غادي يكون حول قواعد الملتقيات وكيفاش يكون تصرفنا صحيح في عبورنا فيهم. وفي الأخير غادي يكونوا معنا ضيوف خاصين هما اللي غادي يحملوا مشعل السلامة الطرقية مستقبلا في بلادنا. مسألة السياقة أو رخصة السياقة أغلبية الناس كياخدوها من منظور تقني، نتعلم نسوق ونحفظ الكود وصافي، ولكن هادشي راه ما كافيش، حيت السوغان ولا البيرمي عندهم أبعاد متعددة نفسية اجتماعية أخلاقية، وكلها كتنعكس في سلوكات وتصرفات السائق من اللي كيكون في الفضاء الطرقي. الفضاء الطرقي غادي يكون هو موضوع الفقرة التحسيسية اللي كتنور عقلكم وكتغير نظرة ديالكم للسير والسياقة. كنا كنشوفوا بلي الطريق هو غير فضاء عادي اللي كيسهل علينا عملية السير، ولكن بعد هاد الفقرة أكيد غادي نتبدلوا النظرة، نتبعوا. استعمال الفضاء الطرقي عنده مجموعة من الشروط، وأهمها يعني الاحترام ديال القوانين والضوابط والمستلزمات اللي خاص كل مستعمل الطريق أنه يحترمها، سواء كان راجل سواء كان راكب سواء كان سائق عربة بمختلف يعني الأصناف ديالها. يعني ما يكفيش نقوله بأن حاصلين على رخصة سياقة. رخصة السياقة واحد الحق مشروط، واحد الامتياز اللي كيحتم علينا على أساس أن اللي كنستعملوا هذاك الفضاء وهذاك العربة استحضروا بأن ممكن يوقعوا حوادث إلا ما التزمناش بهذيك الضوابط وما التزمناش بهذيك القواعد. يعني لا يعقل أن داخل الفضاء الطرقي لازلنا نسجل يعني قتلى. هناك أطفال أقل من 15 سنة يعني كيموتوا في الطريق، يعني جراء واحد التهور، جراء لا مبالاة، جراء يعني عدم الوعي بخطورة ديال استعمال ديال الطريق. لهذا فالحذر واجب، الانتباه مضاعفة الانتباه، ولكن فوق كل شيء خاصنا نقولوا بأن هذاك السائق اللي كيستعمل ذاك العربة خاص يكون واعي بأنه كيستعمل واحد الوسيلة ديال النقل ماشي وسيلة ديال القتل، واحد الوسيلة اللي خاصو يستعملها بشكل آمن وسليم، ولكن المنطلق هو معرفة هذه الضوابط ومعرفة هذه القوانين، ولكن كذلك احترامها، وباحترامها كنساهموا جميعا في محاربة هذه الإشكالية، هي إشكالية انعدام السلامة الطرقية وآفة حوادث السير. المتبارين وصلوا لأهم نقطة اللي خلاتهم يخوضوا هذه التجربة واللي هي السياقة، أي السوغان. في الأسبوع اللي داز تعرفوا المشاركين كيفاش يديماريو الطوموبيل ويزيدوا بها القدام، هذه سهلة، ولكن هذا التمرين هذه المرة غادي يطلب منهم تركيز أكثر، حيث القضية فيها الرجوع إلى الخلف، أي المارش أغيار. إيوا الله يخرج سيرفيسهم على خير هما والمدربين. Yeah.
على الطابو ديالها. حافظ كتبان جديه اكثر من اللازم. مزيان نكونوا جديين، ولكن ما تنسايش السوقان كيبغي الانسان يكون راخي فيه النفس وقشابته تكون واسعه. وميمة حتى هي قايمة باللازم، واخا باين قلبها في هذه اللحظة داير واحد الطريح ديال الدقة البراكشية، وليني أنا حاضرك وهذه المرحلة قاعد وزناها. كتقول دابا نسكتها، دابا توقع شي حاجة، دابا نرونها، المهم ما كترتاح حتى كتنزل، واخا ما كنسخاوش. كوغاج كوغاج. في هذه التجربه هذه كنشوف باننا حنايا هذا التكوين هذا ما كاينش في بلاصه اخرى. بالنسبه لنا حنايا ما غنلقاوش في لي زوطي كل واخا نبغيو نمشيو ناخذوا الرخصه ديالنا كما كياخذوها المواطن عادي، تمشي للمركز ديال تعليم السياقه غتاخذ النظري يعني الكود بشويه غتخرج دير التطبيقي. هنا لا، هنا كتاخذ النظري بشكل يومي، يعني غتفهموا غتفهموا، الا ما فهمتيش اليوم غتفهموا غدا، غتحفظوا اليوم وتعاود تحفظوا غدا. التطبيقي اليوم ما عرفتيش دير واحد الحاجه ولا كنتي خايف منها كيبقى معك الكوتش ديالك، اليوم ديرها غدا تغلط، اليوم تغلط فيها غدا ما تغلط، يعني غتحاول ديرها بكيفيه احسن. والجانب النفسي حتى هما لا البسيكولوج ولا الكوتش ديفلوبمون بيرسونيل كيخدموا حتى على النفسيه ديالك اللي غتنعكس في الطريق، اللي غتوريها انت في الطريق في الاخلاقيات ديالك، كيفاش تدوز، كيفاش تسامح، كيفاش تتحكم في النفس ديالك، تضبط النفس. من بعد حصه السياقه جاء الوقت اللي نبهوا فيه المرشحين ديالنا بحساسيه التعامل مع الطريق في درس خاص بالسلامه الطرقيه حول مجال الرؤيه اثناء السياقه. ملي كنشوفوا احصائيا، وربما هذا هو الجانب اللي غادي نبداو به، كيف كنقولوا دائما العنصر البشري لو فاكتور هيومان راه يشكل حسب الدراسات، يعني سواء اللي نجزناها يعني داخل ارض الوطن، ولكن كذلك الدراسات العالميه تشير بان العنصر البشري دائما كيبقى مسبب في حوادث السير بنسب كتراوح 90-95%. العنصر البشري بمعنى السلوك البشري راه هو المحدد. كتبقى طبعا الامور اللي عندها علاقه بالطريق، بالبنيه التحتيه، امور عندها علاقه بالحاله الميكانيكيه للعربات،
ولكن شكون اللي كيسوق هذه العربه؟ راه هو العنصر البشري. الوغ هذا العنصر البشري، هذا السلوك كيفاش خاصنا ناثروه؟ كيفاش خاصنا نقوموه؟ كيفاش خاصنا نهذبوه؟ يعني تهذيب السلوك باش اولا كيكون واعي بالمخاطر ديال الطريق، بالخطوره ديال استعمال ديك العربه اللي هي واحد الوسيله ديال النقل ماشي وسيله ديال القتل. هذيك العربه اللي عندها مقوماتها، ولكن الطريق كذلك عندها مقوماتها. راه كل ما سرعنا المجال ديال الرقيه كيضيق. كنظن هذه عرفتوها، واحد ملي كيكون واقف ودار لي ايدي ديالو هكذا ولا حرك يعني الاصابع ديالي نقدر نشوفها، يعني عندي واحد الزاويه ديال الرؤيه اللي زاويه مفتوحه جدا، ولكن كل ما زدنا فيها كضيق. هذه المساله هذه خاصنا دائما نكون واعيين بها، لان العديد من السائقين كيربطوها بالنظر، القدره ديال النظر. هي ما عندها حتى شي علاقه بالقدره ديال البصر ديالك، لان عندها علاقه بحجم ومدى السرعه اللي كنمشيو بها. كل ما زادت السرعه ضيق ديال المجال ديال الرؤيه. ما عرفتش واش سبق لكم شفتوا هذه الصوره، هذه كيبين هذا شكل يعني تقريبي جدا، كيبين بان في 40 كيلومتر في الساعه يعني السائق ممكن يشوف جميع نقدر نقول العناصر اللي كتاثث الفضاء الطرقي، يعني كيكون عنده واحد المجال ديال الرؤيه، المجال ديال الرؤيه ديالو لو شون فيزيوال كيكون واسع جدا، ماشي كبير، واسع، لان كبير فيها الحجم ديالها، كيكون واسع وايد يعني بالانجليزيه، يعني نقدر نشوفوا كاع هذوك العناصر ديال الخطر، سواء مثلا طفل اللي كيلعب الكره، واحد الراجل، واحد السائق ديال الدراجه، واحد العربه. وكلما ازدادت يعني السرعه كيف قلنا كتكون عنده 100، من بعد 75 درجه، الى كان غادي ب 100 كيلومتر كتضيق الزاويه ل 45. وتصوروا معي بنفس هذه المكونات 130 كيلومتر في الساعه، واخا المهم هذه بشكل تقريبي، ما كنشوفوا حتى شي عنصر، بمعنى حينما يقع الله يسر داك الحادثه ما كي يعني اولا قبل الحادثه ما كيكونش داك رد الفعل، رد الفعل لانه مرتبط بواحد الزمن معين، عنده علاقه بقدرتنا البسيكولوجيه بسيكوموتريس، شنو هو داك الاجراء والمناوره اللي خاصني نعمل، اللي هادشي كله ثانيه واحده، ثانيه واحده. وتصوروا معي ملي كنكونوا بواحد غادي بواحد السرعه غير قانونيه، جميع العناصر اللي كتاثث داك الفضاء الطرقي كتكون يعني مغيبه عندي، يعني في المجال ديال الرؤيه ديالي، والاصطدام كيكون اصطدام يعني مميت. دابا انتم كسائقين يعني مبتدئين دائما كبقاو تركزوا على داك المكونات ديال العربه يعني داخل، ولكن من بعد التعود، هي مساله ديال التعود، يعني اون فوا فو ميتريزي كيكون داك التمكن والتحكم من الاليات الداخليه ديال العربه، الانتباه ديالكم ينصب دائما الخارج، ودائما الافق تيكون ابعد، وكتركزوا على واحد النقطه واحده. هذه كتجي بالتمرين بالتدرب عليها، وربما معنا الاخ اللي عنده مجال ديال السياقه يعني كبير جدا يقدر يفيدكم في هذا المجال ديال شنو هما المناوره، شنو هما لي زوتوماتيزم، كنسميو لي زوتوماتيزم، هاد الاليات اللي كنتمكنوا منها، ولكن بعد التجربه وبعد الخبره وبعد هذه مساله يعني مهمه جدا. قبل ما نجي لهنا للاكاديمي كانوا عندي تخوفات من لي كونديدا اللي غيكونوا معايا، طبيعه الحال 21 يوميه مده اللي ماشي سهله، وبيان سيغ كتقول كتدير في راسك احسن الحالات اللي تقدر يكونوا فيها لي كونديدا واسوء الحالات، وان الحمد لله فاش جيت لهنا ان احسن الحالات اللي تصورت بالي ما وصلهاش هذه الحاله فاش راحنا دابا، لدرجه انه كتبدا بحال حنا ديجا عزلونا، ديجا مفاهمين، ديجا سكننا مع بعضياتنا، ولا ديجا تعاملنا مع بعضياتنا، وجاو حطونا هنا. ما الحمد لله عايشين في واحد الجو اكثر من الخوت، خرجنا من العائله الصغرى في الدار، وهذا حنا جينا هنا لواحد العائله اكبر، عائله بيناتنا كاملين، تفاهم ما بين لي كونديدا، سوا البنات سوا الدراري، اللي محتاج شي حاجه كيعاونوا، حتى واحد ما كيخجل على الاخر بشي معلومه. الحمد لله كنا اكثر من عائله، وهذا الكونتاكت اللي غيدوم حتى مورا البرنامج ماشي غير في البرنامج. عبد العزيز كياخذ اليوم اول فرصه ليه في سياقه الحافله، وغادي خصو يدوز كل المراحل الضروريه ويكبر كل التقديرات البصريه باش ينجح هذا اللقاء الاول ديالو مع محبوبته. اليوم خطيت اول دروس من الدروس التطبيقيه، كيف انني نخطي المارشاريير، وكيف انني ندور، وكيف انني ندخل الكراج بالمعاونه ديال الكوتش ديالي، وما جبرت الحمد لله مشكله. بالنسبه للتطبيقي تنعرفوه على نعطيوه معلومات بالنسبه للحافله،
تنوريو الدور ديال الكسيراتور فران لومبرياج بالنسبه للكور ديالو تيخصو يتقسم بالنسبه للرجل اليمنيه تتخدم الكسيراتور والفران الرجل اليسريه لومبرياج لومبرياج يخدم مع اليد اليمنيه يعني مع الفيتاس تنوريو كيفاش يتعامل مع المرايات تعلمت اني نخدم انا بالمرايات تاع اليمين وتاع اليسار لان اهم حاجه بالنسبه للحافلات او بالنسبه كاع الكماين ولا الحافله يعني انا هذا الصنف من من لي فيكول يعني لازم الانسان اللي يكون مستعمل ذهنه كامل ويخدم عقله كامل لا مع المرايات ولا مع الطريق وتختلف اكيد مع السيارات الصغيره لان كاين فرق كبير انك انت محطوط في واحد الوضع كتشوف ما كتشوف ديك الشوفه تاع السياره بالنسبه اليوم جبنا التطبيقي لابيس ديال التطبيقي خدم المارشاريال خدم الكرينو خدم الكراج دونك هذه الحاله هذه ديال عبد العزيز ما عندناش فيها اشكال بالنسبه لي انا اول مره عاد نشارك في شي برنامج كنت موقعه بانني عنجبر صعوبه كبيره لانني كنت مع كاين لي كونديدا من مختلف المدن وانا بوحدي في مدينه طنجه ولكن ملي التحقت بالاكاديميه جبرت لي كونديدا مزيانين وتعاملوا معايا مزيان ورحبنا ببعضتنا ويعني تعلمت معهم بزاف ديال الثقافات منهم مدينه قلميم ورباط وتعلمت معهم اللهجات وهذا فرحني بزاف وقلبي ارتحت من هاد الجهه هذه لانني اول مره غادي نتفارق على الوالدين ديالي في الفضاء الطرقي كل سائق متعرض للاحداث وظروف كثيره يعيشها الشيء اللي كيفرض عليه يقوم برد فعل ايجابي او سلبي كيفاش نتحكموا ونضبطوا انفعالاتنا وانفسنا هادشي اللي غادي يتعرفوا عليه المرشحين في حصه التنميه الذاتيه بما انه الموضوع ديال هذا الدرس هو ضبط النفس بغي في الاول نعرف شنو معارفكم على الميتريز دو سوا شكون اللي سبق لي سمع بالميتريز دو سوا ضبط النفس التحكم في النفس شنو كتعرفوا على هذا الموضوع او من العنوان ضبط النفس يمكن متعلق بالبسيكو النفس ديال الشخص يعني كيفاش يضبطها كيفاش يتحكم فيها في وقت الصياده وغير ذلك اجابه صحيحه كثر يعني ضبط النفس شنو كيسمح به اخر من غير لانه مهم انه ضبط النفس راه كيساعدنا على التحكم في السياقه والتحكم حتى في لي سيتوياسيون نوفيل يعني موقف جديد انا ما دربتش عليه ما عارفوش واكيد انكم ملي غتخرجوا من الاكاديمي ملي غتاخذوا البيرمي ديالكم ان شاء الله في الطريق في الرياليتي اكيد راه كتوضعوا في مواقف جديده اللي في الاول بالنسبه لكم ديما كيكون داك اللبس يعني داك الاشتباه واش انا اللي عندي الحق ولا الاخر ولا بالنسبه لي انا ضبط النفس هي عند وقوع اي مشكل وردود الافعال عند السائق يعني كيف هو يجبر الحل في اي مشكل واي انفعال كان يعني جابره قدامه وكيف هو يتعامل معه يعني يشوف اقل الضرائب كيف هو يخرج نفسه من هذا من هذا من هذا المشكل شكرا عبد العزيز رشيد ضبط النفس الى مثلا ضبطتي النفس ديالك في اثناء السياقه غادي في الطوموبيل وضبط النفس داكشي غتحمي راسك وتحمي الناس اللي محيطين بك ما غتنفعلش شي نفيع في المثل اللي غتندم عليه تجي واحد غتندم عليه شكرا كريستيان كيسكو فو سافي سور لا ميتريز دو سوا لوسكو اون او مومون دان بروبليم ان كو دو كومون رياجي سي كومون جيري لو كا Donc c'est un peu ce qui veut dire la maîtrise de soi. Donc c'est maîtriser et plus gérer le problème dans la douceur sans causer des dégâts. Très bien. Alors pour vous, la maîtrise de soi, c'est le facteur qui doit intervenir entre la situation et la réaction face à la situation. Alors, dopt nefs, هو أولاً
ضبط الانفعالات يعني الحفاظ على برودة الأعصاب، يعني الحفاظ على داك المستوى ديال البياناتر اللي كيكون عندنا. فأكيد الواحد من اللي كيخرج من الدار الصباح راه كيخرج بواحد الكابيتال دو بياناتر، نعس مزيان، فطر مزيان، شاف العائلة ديالو في الصباح، خرج فرحان، لا فيا بال مزيان. كلك في لا فواتور أكيد اون فوا كيشط الطريق راه كيوقعوا دي سيتوياسيون، غير واحد ما احترمش الاسبقيه، خرج لي طفل صغير قبالتو كان قريب لي تخلع هكا. دونك سكي في هاد لي سيتوياسيون هذاك الدوغري دو بيانيتر كيزيد ينقص ينقص ينقص. الميتريز دو سوا، التحكم في النفس، هو اللي كيساعدنا على اننا كنحافظوا على داك البيانيتر، كنحافظوا على بروده اعصابنا. علاش؟ لانه بروده الاعصاب هي اللي كتساعدنا على اننا كنبقاو متصلين بقوانا الداخليه. في بعض الاحيان كنطيحوا في بعض لي سيتوياسيون، في بعض الحالات كيقول لك راه كنت عارف ولكن في ديك الحاله ما عرفتش شنو ندير. سي نورمال، لانه لي زيموسيون كون سابرون لو دوسو، المشاعر ملي كيتغلبوا علينا كنوليو بحال شكل باراليزي، ما كنعرفوش ما نديرو. اذا ضبط النفس والتحكم في النفس راه هو وسيله للتحكم في لي زيموسيون، في المشاعر ديالنا، باش حنا كنبقاو كونيكتي متصلين بالقوى الداخليه ديالنا. جو ديزي كريستيان، la maîtrise de soi, c'est ce qui nous permet de garder le sang-froid sur la route. Et justement, gérer nos émotions, c'est ce qui nous permet de préserver ce degré de bien-être avec lequel on sort de la maison le matin. باش يكون رد فعلنا سليم في مواجهه اي خطر كنتعرضوا ليه في الطريق، خاصنا نعرفوا كيفاش نحافظوا على انفعالات واحاسيس ايجابيه. هذا الشيء اللي غتكلم لينا عليه الاستاذه حسناء خبزي في هذه الفقره التحسيسيه. الثقة في النفس، التحكم في الانفعالات والسلامة الطرقية. إذا الثقة في النفس والتحكم في الانفعالات هما مقومات أساسية للسلامة الطرقية. اللي ما كنعرفوش في بعض الأحيان هو أن التحكم في الانفعالات كيعزز الثقة في النفس. الخوف كيؤدي للهروب، الغضب كيؤدي للانفعال، كلها تصرفات كتؤدي في النهاية لسوء التصرف على الطريق. إذا باش يكون عندنا حسن تصرف على الطريق في مواجهة خطر، في مواجهة موقف جديد، خاص نعرفو كيفاش نحافظو على انفعالات وأحاسيس إيجابية، ديزيموسيون بوزيتيف. يعني الواحد إلا حافظ على لو كالم ديالو، على الهدوء ديالو، كيتصرف بطريقة أكثر عقلانية من أنه إلا انفعل. كنظنوا في بعض الاحيان باللي احنا كنتاخذوا ديما القرارات بطريقه عقلانيه وكنفكروا فيها مزيان. اللي كنتجاهلو هو انه الا كانت انفعالاتنا سلبيه فكتكون عندنا نظره جزئيه للموقف، كتاثر على ادراكنا للموقف وكتاثر على القرار اللي كناخذو في داك الموقف، وكنحسمو كنتيجه بطريقه سلبيه. اذا المغزى من هاد الدرس القصير والملخص هو انه الا كنتو كسائقين كتهتموا اكثر بالتحكم في انفعالاتكم على الطريق، وكتعرفوا امتى تضبطوا الغضب ديالكم، امتى تسيطروا على الخوف ديالكم قبل ما يسيطر عليكم، فكتكونوا اكثر استعداد لانكم تحكموا في المخاطر وكتحكموا في المواقف على الطريق. حصص الرجوع للخلف مازال مستمره في حصه السياقه، وهذه المره مع المشارك رشيد واللي بدوره محضر كل التركيز ديالو باش يتميز قدام المشاركين في هذا التمرين. الله يلا مريض مزيان وكلها يطلق لهم زي كلهم بيزا صحيح يدير جمك سيدا ولا كثير من الخلف ما ديري يطلق لهم يطلق لهم. واش نقادر ابو رشيد على داك الفولو؟ رخي النفس رخي النفس ابو رشيد رخي مرة شوفي
كريستيان ديزي توجور il ne faut pas rigoler dans le sérieux. اي عندك الحق، ولكن راه ما فيها باس الواحد يكون مبتسم وهو سايق باش حتى سوقانو يكون زوين. يلا ضحك وضحك وعلو حالك. بون جو تو لاس كوندوير او فوار. خلي دابا الفورا منا. بالنسبة للبرنامج الحمد لله اللي جبرنا البرنامج متكامل، جبرنا أن الأساسي أن يعني نهار يوم ديالنا اللي كيدوز بالنظري وكيدوز معنا الأساسي تاع البسيكو، معنا الأساسي تاع ديفلوبمون بيرسونيل، يعني أن الشيء مرتبط مع شيء، يعني ويزيدوا يعلمونا مازال كيف نتعلموا حنا نفتحوا هذا المحرك، يعني جايب لنا استاذ خاص بالميكانيك كيف نحنا نتصرفوا الى طرا عندنا عطاب، شنو هما المسائل اللي داخله وسط المحرك، يعني ان هذا يعني شيء متكامل مع شيء، يعني اجزاء مترابطه مع اجزاء باش في اخر الخلاصه باش يعطوا تكوين ناجح ويخرجوا سائق متميز. جاء الوقت باش المشاركين يفكوا شفرة قواعد الملتقيات لي كروازمون. هاد الدرس المهم اللي كيحتاج تركيز كبير، خصوصا وان اغلبيه السائقين اللي واخدين البيرمي ومازال كيدوخوا فيه. نتبعوا دونك الدرس اللي هو قواعد الملتقيات، هو درس مهم بزاف، يعني دزنا من المرحله ديال اننا عرفنا السائق والسينياليزاسيون الى غير ذلك، فدابا خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الملتقيات ملي تنبغيو نقطعوهم. الملتقى يعني شي حاجه اللي مهمه بزاف، ملتقى كيتلاقاو فيه يعني جميع المستعملين للطريق، سواء السيارات، الشاحنات، الحافلات، الراجلين الى غير، يعني هو واحد المكان اللي كيتلاقاو فيه يعني المستعملين للطريق كاملين، ولهذا عنده واحد الخصوصيه، ولهذا حنا دايرينو درس وغنحاولوا ما امكن اننا نعرفوا منه بزاف ديال الحويجات. متفقين ياك؟ تعريف الملتقى هو تقاطع طريقين او اكثر، يعني ملي كتلقى عندنا الطريق كتلاقى مع الطريق كنسميوه ملتقى، بزاف الطريق اخرى ممكن تبقى دائما ملتقى. لعبور الملتقى شنو تيخصنا؟ تيخصنا تاخذوا التدابير التاليه، يعني ملي كنبغيو نقطعوا الملتقى ديال الطرقي، شنو في نظركم اول حاجه غنديروا؟ انا غادي صايق بان لي قدامي ملتقى. عبد العزيز، نخفف من السرعه، يعني اول حاجه منطقيه خصها الدار هي التخفيف من السرعه، دونك التخفيض من السرعه. ثانيا شنو ممكن نديروا؟ دونك وصلنا لانترسيكسيون كريستيان، اون باس لا فيتاس، دوزيامون شنو تيخصني ندير؟ انا نقص من السرعه، شنو خصني ندير من بعد؟ دونك الثانيه هي الانتباه والحذر، يعني خصنا نرد البال، انا جاي نقص من لافيتاس ديالي، نقص من السرعه، ونانترسيكسيون نقص من السرعه، وشنو درت؟ بديت كنرد البال بزاف، يعني كنرد البال وكنحاول نقرا ذاك الملتقى، وقلنا بانه مع قراءه نوايا مستعملي الطريق الاخرين، كنحاول نشوف الناس الاخرين كيفاش غيتفاعلوا، واش شي واحد مثلا جاي ليا بغا يقطع كراجل، واش فعلا جاي يقطع ولا غير كيتسارى فوق التروطوار؟ سياره خارجه واش غتوقف ولا لا؟ يعني كنقرا النوايا ديال الناس، وهذه كتدخل في اطار كما قلنا الانتباه والحذر. ثالثا وهي احترام الاسبقيه،
ملي درت دوك الجوج فغندوز للمرحله ديال انني نحترم الاسبقيه، يعني غنشوف الاسبقيه واش عندي واش ما عنديش، عندي ولا ما عنديش. راه شفنا الاشارات ديال التقاطعات اللي كنا شفنا في ديك الحاله، ملي غنشوف مثلا اشاره او لا ضوء او او او، فديك الساعه غنعرف واش غندوز انا ولا يدوز الاخر. الانواع والدرجات ديال الاسبقيه في الملتقيات، هنا لاحظوا انا درت لهم بحال البوديوم ياك، شكون اللي في رقم واحد؟ عاون المرور، يعني ملي تنقولوا الشرطي ولا الدراكي ولا هذا، فهاد فوالا هذا تيلغي ليا ما تبقى. ملي تيولي عندي المرتبه الثانيه الاشاره الضوئيه، يعني الاشاره الضوئيه كتكون اقوى من الاشاره العموديه، يعني مثلا الاشارات ديال التقاطعات الكبيره في الصغيره ولا اسمح بالمرور ولا علامه قف. وندير رابعا اولويه الامين، كنوصل لواحد الملتقى ما كنلقى فيه حتى شي تشويه. القاعده الاولى ديك الساعه كتولي هي ياك. دابا غنبداو من التحت من ديك ربعه ملتقى من دون تشوير. ملي تيكون عندي واحد الملتقى ما فيه شيء تشوير، كاين عندنا قاعده اللي كتعطينا ندوزو هنا، شنو هي؟ اسبقيه اليمين، كتسمى القاعده العامه لاولويه المرور. ملي من تيدوز كتسمى القاعده العامه لاولويه اليمين لاولويه المرور عفوا. دونك عندي هاد لانتيرسيكسيون بهذا الشكل هذا. كريستيان شكون اللي تيبان لك خصو يدوز هنايا هو الاول؟ هذا اللي كتجي من الفوق، من هنا. علاش؟ قلنا اون انترسيكسيون اي اون ابسونس دو سينياليزاسيون بريوريتي ا دغوات. اذا شكون اللي خصو يدوز الاول؟ شكون اللي هذا اللي كيجي من الفوق، ولكن فين هي لا بريوريتي ا دغوات؟ شنو هي شنو هي لا بريوريتي ا دغوات كريستيان؟ شنو هي؟ هي ذاك اللي كيكون لي من ديالو خاوي ما فيه حتى شي واحد، راه هو اللي كيدوز. دونك هنا شكون هو اللي لي من ديالو خاوي كيبان لك؟ بالنا في هاد لانتيرسيكسيون لا فواتور روج باغ اكزومبل، فين هو لي من ديالها؟ هو اللي لتحت، هو اللي لتحت ياك. لي من ديالها اللي من لتحت واش خاوي ولا عامر؟ كاين شي حد ولا ما كاينش؟ ما كاينش. دونك اللي خصو يدوز الاول شكون؟ لا فواتور نوار. نو اسايون دو ريبروندر. شوف هنا بالنسبه لينا قلنا ملتقى او لا انترسيكسيون سو فورم بلس، ما كاينش عندنا سينياليزاسيون، متفقين؟ دونك ما كاينش اي سينياليزاسيون بريوريتي ا دغوات. بريوريتي ا دغوات يعني اللي تيكون لي من ديالو خاوي ما عنده حتى شي واحد في لي من ديالو، سي تا لوي لا بريوريتي، يعني هو اللي عنده الاسبقيه، متفقين؟ شكون في هاد الثلاثه اللي عنده لا بريوريتي؟ الحمراء، متفقين عليها كاملين؟ دونك الحمراء نورمالمون هي اللي خاوي لي من ديالها، دونك الحمراء هي الاولى خصها تدوز. القرار المناسب في الوقت المناسب، هذا امتياز ماشي في متناول الجميع، وما كيكون غير عند الشخص المسالم اللي كيتصرف بايجابيه وبامان في الطريق. هادشي اللي غيفسروا لنا الاستاذ عزوز التوسي في هذه الفقره التحسيسيه. التناقضات اللي كيعيشوها بعض السائقين هو كونهم انهم في نفس الوقت اللي كيكون فيه حاجه للشعور بالامن والامان، في نفس الوقت كيقوموا بسلوكات مغامره اللي فيها مجموعه ديال المخاطر، وهذه المخاطر بطبيعه الحال كتهدد السلامه ديالهم، كتهدد السلامه ديال الناس اللي معاهم او الناس اللي في الطريق معاهم. هذه المفارقه غريبه جدا، لكون ان من ناحيه الانسان كيكون محتاج للشعور بالامن، وهذا داتو مجموعه من الدراسات في مجال علم النفس. الشعور بالامن كيعطينا الشعور بالثقه، كيعطينا الشعور بالطمانينه، كيعطينا الشعور بالراحه، كيعطينا كذلك القدره على التركيز والقدره على النجاح في مهمه معينه، ومنها هنا المهمه ديال السياق. في نفس الوقت هاد المعطيات اللي هي ضروريه واللي جميع الناس محتاجين لها، اي الحاجه الى الامن، كنلقاو بان بعض الناس كيغامروا وكيلجؤوا الى سلوكات فيها كثير من المخاطر. هنا في هذه الحاله هذه كيدخل الجانب النفسي باش يمكننا نفسروا هذه المفارقه وهذا التناقض. كاين الجانب النفسي اللي كيؤكد لنا على ان كاين بعض الناس اللي اما لاسباب مرتبطه باضطرابات نفسيه، مثلا كاين بعض الناس اللي كيكونوا الشخصيات ديالهم عدوانيه، او كيكونوا مثلا شخصيات كتميز بعض الاضطرابات على المستوى الوجداني، يعني ما كيكونش عندهم واحد التوازن، ما كيكونوش مستقرين نفسيا، وبالتالي كيكون بعض المرات كيلجؤوا
وكيمشيو في سلوكات فيها كثير من المخاطر، سواء على مستوى السرعه المفرطه او على مستوى مثلا الانشغال بعض الاشياء كالهاتف او الى غير ذلك، او عدم التركيز في الطريق او محاوله عدم الجمع اكبر عدد ممكن من المعطيات باش يمكن الواحد يتصرف ويتاخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. تنشوف أنا كل حصة كتكمل حصة أخرى، يعني كل حصة مرتبطة مع حصة أخرى. نفترض غير ديفلوبمون أستاذة، تتعلمنا كيفاش تتولي ثقة في النفس، كيفاش تتصرف مع سواء مستعمل الطريق أو السائق، كيفاش تتكون عندك واحد الشخصية تتعامل مع السيارة، لأن يعني السيارة مرتبطة بك والسائق كذلك مرتبط بالسيارة. ولي كوتش ديالنا صراحة ما شاء الله عليهم على المجهودات ديالهم، تبارك الله ما شاء الله. يعني تنقول أنايا تعلمنا ياسر من المسائل اللي صراحة أي واحد غادي يشوفنا تعلمناها راه غادي شنقولك غيحسدنا، يعني كيفاش تعرفنا على مجموعة من المسائل في هذه المدة. تبارك الله، يعني ما عندي ما نقول حتى الكلام، ما عارف شنو غادي نقول لكم على هذه الحصة على هذا الأسبوع زعما. بالرجوع لموضوع الحلقة ديال اليوم السلامة الطرقية، المرشحين غيستافدوا من حصة ثانية من السلامة الطرقية مع الأستاذ معافى اللي كيمدهم دائما بدروس ومعطيات حية وملموسة من أرض الواقع باش يقربوا أكثر من عالم السياقة. نتبعوا. راه دائما هذيك المسافة اللي تنقطعوا عندها علاقة بزمان ديال رد الفعل، يعني هذه المسافة ديال الحصر عندها علاقة بزمان ديال رد الفعل. والإنسان العادي في مكوناته الفيزيونومية العادية في واحد المظاهر يعني مناخية هي عادية جدا، هادشي كله كدار في ثانية واحدة، ولكن هذيك الثانية راه كتكون مكلفة جدا. كون إلى توزنها زعما إلى كانت الطريق كتزلق راه كتزاد داك زمن رد الفعل، بمعنى كتزاد داك المسافة وجميع المناورات المحتملة اللي خاصنا نعملو ديك الساعة خاصة تكون محسوبة وبالدقة لها. وهذه كثير من السائق، نقول لكم بأن كنباشروا يعني العديد من هذه العمليات التحسيسية والحصص التواصلية التحسيسية التربوية مع سائقين يعني مهنيين اللي عندهم تجربة كبيرة كتفوق 20 سنة 25 سنة. هذه المسألة ما كيستحضروهاش، ربما علاش؟ لأن المعلومة ديالو ما صحاش وبقى غادي في ذاك الخطأ، وكيقول كما وقعت ليش الحادثة، ولكن لا قدر الله حينما تقع الحادثة ما كيكونش عندي المعرفة اللازمة رصينة مبنية على أسس علمية اللي كتمكنني من دير المناورة الصحيحة. غادي نمشي نوزع لكم المسألة ديال هذا الإفراط في السرعة، هذا مهم جدا. هذه بالعربية الإفراط في السرعة، غادي تلقاو بأن السرعة هي العامل المسبب لحوالي نصف يعني حوادث ديال السير. كاين مجموعة من النصائح اللي كاينه في الخلف. السرعه المفرطه راه ماشي هي فقط راه السرعه، كنمشي بواحد السرعه اكثر من السرعه يعني المحدده، ولكن هي كذلك الافراط في السرعه. كاين لا فيتاس اكسيسيف والاكسي دو فيتاس، الافراط في السرعه عندما تقتضي الظروف تخفيف منها. هاد نيونس واحد ملي كطرح عليه تساؤل، شنو هو الفرق بين الاكسي دو فيتاس و لا فيتاس اكسيسيف؟ الافراط في السرعه والسرعة المفرطة، هذا ماشي سي با جو دو مو، راه ما كنلعبوش بالكلمات، هذه امور دقيقة جدا. ليكسي دو فيتاس هي السرعة غير القانونية، وليكسي دو فيتاس سرعة غير قانونية، ولكن اون فيتاس اكسيسيف ربما تمشي بواحد السرعة قانونية مثلا محددة يا اما في 40 يا اما في 60 يا اما في 80 يا اما في 100 واما 120، اقصى ما كاين هو 120 فلا. مثلا انا غادي بمئة، سرعة ديال 100 كيلومتر في الساعة، هل هي سرعة قانونية؟ هي سرعة قانونية. فين؟ في واحد الطريق وطنية ولا ربما حتى في طريق السيارة إذا كنا نشد مثلا يعني المسلك يعني ديال اليمين، ولكن ما خاصش تسبب في العرقلة ديال السير. ولكن في بعض الظروف المناخية ولو أن عندي الحق يعني القانون كيسمح لي نمشي بمئة، ولكن في واحد المنعرج ولا في واحد الظروف مناخية معينة فيها الضبابة ولا فيها الشتاء ولا كذا، وغادي أنا بواحد السرعة اللي كتبان لي بأنها سرعة قانونية ولكن ما كتلائمش مع الظروف المناخية والطبيعية، هذه كتسمى
سي لا فيتيس اكسيسيف، هذه السرعه المفرطه، هي سرعه قانونيه، هي راه ما فيها افراط في السرعه، ولكن مفرطه بالنسبه للسياق، بالنسبه للمحيط. هذه مساله اساسيه، الله يخليكم، دائما ركزوا عليها. راه حتى في المخالفات راه الكثير ما كيعرفوش الفرق بين الافراط في السرعه والسرعه المفرطه. اذا السرعه، الافراط في السرعه هي السرعه غير القانونيه، الافراط في السرعه، والسرعه المفرطه هي السرعة ربما تكون قانونية ولكن لا تتلائم، والظروف المناخية والجوية والبيئية المحيطة به. ولو أنا مثلا واحد الطريق كتسمح لي نمشي فيها بمية، ولكن ملي كطيح الضبابة كتحتم عليا نقسم السرعة بواحد 30%، واللي كتكون الشتا. علاش؟ لأن في الرؤية والمجال ديال الرؤية كيضيق، دونك خاصني نخفف من السرعة اوتوماتيكيا، خاصني نخفف من السرعة. ولا شدني مثلا يعني داك لاجون فيربيليزاتور ودار لي داك المخالفه، كتكون فيها كيكتب بان سرعه مفرطه، تقول انا غادي ب 100، هي عرف لك غادي ب 100، ولكن هذاك الطريق في داك الظروف المناخيه والطبيعيه ما كانش كتسمح لك انك تمشي ب 100، خاصك تخفض منها. هذه مساله يعني اساسيه. ومن بعد هذا الاسبوع ديال التكوين اللي درنا في الاكاديمي ديال كيفاش نقراو الدروس النظريه والتطبيقيه وكيفاش نتعاملوا في الطريق، الحمد لله استفدت فيها كثير بزاف. اسبوع هذا وقريت فيه شي حوايج مزيانه وتعلمت فيه السياقه، كيفاش تكون محترم لا مع الناس لا مع لا تحترم الناس اللي في الطريق. زعما علمونا شي حوايج ما كناش حنا دار، انا بعدا بالنسبه لي ما كنتش ضرب ليها حسبه، وعلمونا شي حوايج اللي غتنفع إخوة اللي معايا، تنحسبهم خوتي اللي غيتنفعوا ان شاء الله في المستقبل ديالهم، لا من ناحيه التفكير لا من ناحيه كيفاش تجي طلع السياره ديالو. اليوم المشاركين ديالنا عندهم واحد النشاط خاص واللي ما غاديش يكون خارج على موضوع السلامه الطرقيه، غيتعرفوا فيه على مجموعه من الاطفال من محبي الممارسه الصحيحه في السير، تجربه خاصه غادي يعيشها الجميع مليئه بالافاده والاستفاده. ملي تكونوا راجلين، ملي تكونوا راكبين، ملي تكونوا سائقين، وطبعا ملي تنتكلموا على السياقه، سياقه الدراجه الهوائيه، الدراجه الهوائيه. مزيان، نبداو باول محور، بما اننا متواجدين في المدينه نشوفوا القواعد الخاصه بينا كراجلين داخل المدينه. ملي تنكونوا تنتمشاو فين خصنا نتمشاو؟ على الرصيف. مزيان، اذا تنتمشاو على الرصيف، ومن حقنا نقطعوا الطريق من الرصيف الى الرصيف الاخر. المكان خاص بالراجلين اللي هو عبارة عن خطوط بيضاء، فين تيكون متواجد هذا الممر الخاص بالراجلين بكثرة؟ في ملتقيات الطرق وفي في المدارات. إذن في ملتقيات الطرق تيكثروا الراجلين وتيكثروا السائقين، باش ننظموا ما بيناتنا وما يوقعوا لناش الحوادث، شكون اللي خصو ينظمنا؟ شرطي المرور. وإلا ما كانش شرطي المرور كاين إشارة المرور أو الإشارات. مزيان، الاشارات الضوئيه، شحال عندي من اشاره ضوئيه خليل؟ عندنا ثلاثه اشارات ضوئيه، احمر واصفر واخضر. اذا عندي ثلاثه ديال الاشارات، اذا عندي في الاعلى شنو عندي؟ احمر. وعندي في الوسط؟ اصفر. والتحت؟ اخضر. يلا شكون اللي يقول لي الاشاره ملي تتشعل وشنو تتقول لينا؟ بالنسبه لنا كراجلون ملي كيشعل الضوء الاحمر خاصنا نوقفوا. فين خصنا نوقفوا؟ لا اعتذر، خاص السائقون هما يوقفوا. خص السائقين يتوقفوا وحنا نعبروا عبر ممر راجلي. عبر ممر راجلي، واش يشعل الاشاره الحمراء نتمو قاطع الطريق ولا تنديروا شي حاجه قبل ما نقطعوا الطريق؟ ماذا ننتظر؟ فوق يسار يمين ثم يسار. وتنتاكدوا بان الطريق خاويه، ماشي خاويه، جميع وسائل النقل توقفات في الاشاره الحمراء. مزيان، والإشارة الخضراء منين تشعل الإشارة الخضراء ماذا تقول؟ يجب على السائق أن له الأسبقية، والرجل يجب عليه التوقف. التوقف، مزيان. ومنين تشعل الإشارة البرتقالية أش تقول لنا؟ تقولنا استعداد لتوقف الراجلين والسائقين. السائقين، إذا تقولنا انتباه جميع مستعملي الطريق خصنا ننتبه. مزيان، حنا دابا بغينا نقطعوا الطريق ما عندناش الممرات الخاصة بالراجلين. اول حاجه تحفظوا معايا واحد القاعده، وان خصني نختار واحد المكان اللي تكون فيه الرؤيه واضحه. هذا المكان اللي فيه الرؤيه واضحه بمعنى خصني نشوف ونتشاف. عاودوا معايا، كنشوف ونتشاف. شكون اللي ممكن يشرح ليا؟ كنشوف هي انني نشوف وسائل النقل اللي جايه،
وكنشوف انه السائقين خاصهم يشوفوني، الا ما شافونيش ما يمكنش ياخذوا الاحتياطات ديالهم. خاص السائق يشوفني واقف باغي نقطع الطريق باش يرد البال ديالو معايا وتيخفف السرعه، لانني ممكن نقطع في اي لحظه. مزيان، اذا هذا بالنسبه للمحور ديال الراجلين. الا كنا سائقين ديال الدراجات، ملي تيشري ليا بابا وماما الدراجه الهوائيه وتنصاطيها وتنخرج للشارع باش نسوقها، تيعنيوني قواعد والاشارات ديال المرور اللي كاينين في الطريق. اول حاجه السائق ديال الدراجه ملي خصو يركب عليها فين خصو يتمشى اولا؟ فين المكان؟ واش في وسط الطريق؟ فين؟ يلا نعم، الممر الخاص بالدراجات، بالدراجات. ولا ما كانش الممر الخاص بالدراجات فين غادي يتمشى؟ غادي خصو يمشي في حدا الرصيف، يعني اقصى اليمين. مزيان، هنا غادي في الطريق عندي واحد الاشارات عموديه، هذوك البلايك اللي كاينين في الطريق كل حاجه وعندها المعنى ديالها والدلاله ديالها. شحال عندي ديال العلامات؟ عندي اربع انواع ديال العلامات، باش تنميزوا ما بين كل نوع ونوع بجوج ديال الحويجات، الاشكال والالوان. وعلاش تفادينا الكتابه؟ باش حتى لسافرت لشي دوله اجنبيه ممكن نتعرف على العلامه غير بالشكل واللون. ناخذ واحد الشكل اللي عندي هنايا، عندكم هنايا اشارات دائريه الشكل، هما هذو اللي تتشوفهم دائريه الشكل ومحاطه بلون احمر، هذو تنسميهم علامات المنع. علامات المنع. مزيان، شكلها دائري ولونها احمر. هذا العلم اللي عندكم هنا، هذا النوع ديال العلامه ماذا يقول؟ المترشحين هم الان على موعد اخر غير ما تلقوا في برنامج البيرمي جوج. الان هم خلال زياره ميدانيه لنشاط التربيه على السلامه الطرقيه، وهو من أهم الأنشطة التي تستثمر فيها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، حيث عاينوا وشاهدوا كيف تمر مراحل التي تستهدف الأطفال أقل من 14 سنة من أجل استئناسهم على قواعد السير والمرور، حيث عاينوا الدرس النظري وأهم مكونات الدرس النظري، ثم بعد ذلك انتقلوا بمعية الأطفال إلى المدارس الصغير وأشرفوا على تسيير هذا النشاط وتوعية وتحسيس الأطفال من خلال إرشادهم وتوجيههم أثناء الأخطاء المرتكبة. وفي نهاية النشاط تم توزيع عدد من المطبوعات والمنشورات التوعوية والتحسيسية، من بينها رخصة السياقة الرمزية. أول تجربة بالنسبة لي والباقي المترشحين كهذا النشاط، جينا اليوم تعرفنا على كيف كيكونوا الدراري الصغار وكيفاش كيعلموهم يتعاملوا مع الطريق، بالخصوص أنا كنعرفوا الأطفال الصغار داخلين في من ضحايا الحوادث السير وبنسبة مرتفعة. حضرنا معهم واحد الدرس نظري اللي شفنا الأستاذ ديالهم كيف كيوصل لهم المعلومات، كيحاول يشرح لهم الإشارات والرموز اللي كاينة في الطريق، وهاد الأطفال الصراحة كانوا مشجعين حتى هما. فرانشومون aujourd'hui j'étais ému parce que nous sommes venus pour sensibiliser les enfants comment les apprendre comment lire les panneaux. درنا معاهم مجموعه من الدروس اللي منها تطبيقيه ونظريه اللي كتعلق بالنظريه، كيفاش يحترموا ممرات الراجلين، كيفاش يحترموا كذلك الاشارات. والحمد لله لقينا بالنسبه لينا حنا لقينا الاطفال هادو واعيين شويه بالمسؤوليه اللي عليهم من ناحيه الطريق، لان مع ميتا تنشوفوا تلقاو ان بالنسبه للضحايا الاكثر عندنا هنايا وما الاطفال الصغار. كانت تجربه بالنسبه لي يعني مزيانه، قدرت نشجع فيها الاطفال وفرقت عليهم رخصه السياقه اللي باش يقدروا يحسوا براسهم لانهم ولاو سائقين بامتياز ويلتزموا دائما دوك القوانين اللي عطيناهم. صراحه تجربه فاتنا حنا بدورنا، كتشوف انت واش تقدر توصل المعلومه بطريقه صحيحه، وفات هذوك الاطفال الصغار حيت حتى هما ما عرفوا شحال من حاجه ما كانوش عارفينها ديال كيفاش نتعاملوا مع الطريق. على ايقاع الاصوات البريئه العاشقه للحياه ولوطنها كنكون وصلنا لنهايه الحلقه الرابعه اللي خدت كشعار لها في هذا الاسبوع، السلامه الطرقيه اولا وابدا. كم كبير من المعلومات اللي توصلوا بها المرشحين ديالنا، ومازال الخير. نتمنوا باش يبقاو محافظين على هذه القدره ديال الاستيعاب وتولي الممارسه السليمه في السير تلقائيه في سلوككم. حلقه اليوم سالات، كنضربوا لكم الموعد الاسبوع الجاي ان شاء الله. تبقوا على خير.